بالتشييع صيحوا اهل الضحايا الشهداء قالوا خلي 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 يظلون يفتهم بالمخدرات. انت شت فسر غير مدرعه انت شت فسر هذا الاستهداف لمحافظه ديالى ممنهج من وانا راح اتحمل نتيجه من قبل راح من قبل منو هذا الكلام خطير من قبل الكل مشترك الكل مشاركه بدمنا منو منو احنا احنا اليوم تنقل الفرقه وتقلل العدد وتقلل النقاط المسك انت تفلش لي السرايا البطله المقاتله تفلش لياها الضباط الشجعان اللي قاتلت تذب لياهم بالأمرك تجيب لي ضباط من خارج المحافظة كل ست أشهر يتبدلون أسألك بالله وأسأل كل خبير عسكري من قناتك هذه ضابط يجي بمستوى قائد وتدرون بالعراق احنا عندنا نظام التصفير من يجي مسؤول وزير يصفر عن القديم ما يكمل مكانه أي مسؤول يجي بالعراق ما يكمل رؤية القديم يجي يصفر يبدأ من جديد خلال ست اشهر او سبعه اذا يتبدل ضغط الاستخبارات شوك تلحق يستطلع المحافظه شوك تعرف بساتينها شوك تعرف الناس الطيبه بيها والناس المسيئه بيها شوك تعرف الخوشاد من المخوشاد بالعكس تلقى المخوش اوادم داير مدايره والخوش الاوادم يدحكون بس بالتلفزيون استاذ عبار استاذ المحاربين خليني اقول لك انا اتوارد الى ذهني السؤال الان هل هذا يجري أو يراد له أن يجري حتى تبقى ديالى منطقة رخوة لتكون ممرا وعبورا لتجار المخدرات؟ هذا أنا بالنسبة لي نعتبره الجزء الأول اليوم حتى في التشييع صيحوا أهل الضحايا الشهداء قالوا خلي 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 يظلون يفتهم بالمخدرات وإحنا ديالى لازم ما لها تمثيل سياسي لازم ما لها شخص واحد يحكي ما لها اسم وكلمة طيبة انت تعرف اهل ديالى سووا للزوار من مرة وفي محافظة ديالى تعرف اهل ديالى في شهر رمضان بعد 10 ايام ايش راح يسوون شلون يفتحون شلون الشوارع والطرق تنسد لتقديم الافطار لكل خارج المحافظات هذا ما يسلط الانظار عليه ديالى ارهابية ديالى صارت امنية استاذ ديالة شيخ عمار ديالة.